وين ما كنتم مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا دايما عبر الام تي في، وبنبلش مثل العاده بمعلومه. عطفا على مراسيم طبعا سابقة، فمحافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب اتخذ قرار بتعديل التعرفة القسوة لمواقف السيارات العمومية في بيروت، وحرص سعادة المحافظ على أن يتابع شخصيا تطبيق هذه التعرفة في المواقف، وقسم بيروت إلى 4 مناطق. يعني عنا المنطقة الخضراء يلي هي المرفأ، جميزة، منقولة، اليسوعية، ظريف، المصيطبة، دار الفتوى وحولايا مثل ما عم نشوف على الشاشة. في عنا منطقة تانية هي المنطقة الصفراء، مرمخايل، جعتاوي، صوفيا، قصر العدل، راس النبع، أوتيل ديو، اليونسكو، مار الياس. في عنا كمان المنطقة اللي هي زرقاء، اللي هي السراي، طبعا باب ادريس، عين المريسة، راس بيروت، منارة، الحمراء، الروشة. مش عم بقدر عدهم كلهم بس عم بعطيكم. في عنا كمان منطقتين حمر واللي كانت تعتبر منطقة حمراء، البتركية، البشورة، الطريق الجديدة، شارع الأبيات، كورنيش البحر. طبعا هلا هالتعرفة هيدي لأنه صار في فوضى بشكل مش طبيعي بالمواقف، وبالوقت ذاته حدد هو التعرفة القسوة وحدد كمان ساعات التوقيف، ساعات الواحد بيقدر يستعمل طبعا هالتعرفة القسوة لمواقف السيارات العمومية الساعة 6 صباحا للساعة 8 مساء. بالمنطقة الأولى مثل ما قلنا من 5 ل 3 ساعات 3000 ليرة، من 5 لل من 3 لل 5 ساعات 4000 ليرة، من 5 ل 8 ساعات 5000 ليرة، من 8 لل 10 ساعات كمان يعني فيقول 6000 ليرة، من الساعة 10 للساعة 14 7000 ليرة. المنطقة الثانية هي المنطقة باللون الأخضر، من الساعة 0 للساعة 4 4 ساعات، يعني من الساعة 0 للأربع ساعات 3000 ليرة، من الساعة 4 للسبع ساعات 4000 ليرة، من 7 ساعات ل 10 ساعات 5000 ليرة، من 10 ساعات ل 14 ساعة 6000 ليرة. المنطقة الثالثة يلي حكينا عنها هي المنطقة هي باللون الأصفر، من الساعة 0 ل 3 ساعات 2500 ليرة، من 3 ساعات ل 5 ساعات 3000 ليرة، من 5 ساعات ل 8 ساعات 3500 ليرة، من 8 ساعات لل 10 ساعات 4000 ليرة، ومن 10 ل 14 ساعة 5000 ليرة لبنانية. أما فيما يتعلق بالمنطقة الرابعة واللي هي باللون الأحمر، فيتوجب على المواطنين تسديد المبالغ التالية، من ساعة لأربع ساعات 2500 ليرة، من أربع ساعات لسبع ساعات 3000 ليرة، من سبع ساعات لعشر ساعات 3500 ليرة، ومن عشر ساعات للأربعة عشر ساعة 4000 ليرة، وكل كسر بيزيد عن العشر دقائق يعتبر ساعة واحدة. وقد أولى هالقرار أيضا أهمية للتعرفة القصوى لموقف السيارات العمومي المسقوفة من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 8 مساء، قسمها على الشكل التالي كمان، قسم المنطقة الأولى من 5 ل 3 ساعات 4000 ليرة، من 3 ساعات لل 5 ساعات 5000 ليرة، من 5 ساعات لل 8 ساعات 6000 ليرة، ومن 8 ساعات لل 10 ساعات 7000 ليرة. طبعا هن ثلاث مناطق مثل ما قلت، واكيد ارسل هذه التعرفة الى مصلحة حماية المستهلك لبدء تطبيقها. وهون كمان بدنا نحكي في مطارح بتبقى فاصلة بين منطقة واخرى، اكيد هيدي رح ترجع تتداول مع سعادة المحافظ حتى توضح لكل اصحاب مواقف السيارات للعموم ان كانت مسقوفة او كانت طبعا مش مسقوفة. اتصالاتكم مشاهدينا على 0444444 باخذ اول اتصال لليوم. الو. الو، اهلا، يعطيك العافيه ست روديكا. اهلين يا ستنا، انا حكيتك بتشرين اول سنه اللي مضت. ايه، المي باول ايلول شو اول شتوي تهوكرت المي، وبعدها مهوكره وبعدها مهوكره، رحنا حشيل كتب المي وقابلنا المسؤولين وقابلنا المدير مثل بخطة فلتين لبلا، يا الخط مضروب يا عم بيجي بحص بعده بعده وبعد، مش معقول يا عمي. معك حب، بس انا بدك تذكرني اذا بتريد وين، باي منطقه؟ بهي منطقه المنصوريه من بنك بيروت لجوا، هو مضروب الخط، اللي له يمكن مضروب الخط يا عمي، عم بيجي في بحص وفي وحل، هلا في وحل هلا. اوكي، غريب.
مش معقول من لا لا غريب. انا رح شوف شو القضيه على الاكيد. هلا بنفهم بالشتي كان في عقار اذا في شتي في واحد ما بيعطوها، بس من الشتي لهلا وينك وين رح عم نحترق يعني. المفروض اذا في عطل المفروض يكون يتصلح، اذا في عطل واذا روتين اداري خلينا نقول حلا، بفتكر حلا. كمان اتصال اخر. الو تفضل. الو بونجور. بونجور. معك مواطن من بلده بشامون. ايه اهلا. ستنا بس بدي اطرح بس موضوع السوريين بالبلده، لان كل البلدات المجاوره لبشامون عملوا قرار بمنع تجول السوريين والحد شوي من شغلهم. نعم. الا بهالضيعه بعد ما بضلوا الساعه واحدة بالليل على الموتويات وبعبابه والموتويات وتشفيط وزعرانات ونشل، وما بعرف البلديه اللي بعدها ساكنه ما عم تعمل شيء. بلديه بشامون ما اخذت قرار بالموضوع؟ سوري ما سمعت. بلديه بشامون ما اخذت قرار بالموضوع؟ ما اخذت قرار ولا شيء، فلتين اكثر من هيك ما في، وكلهم عم بعبوا جيبهم، هيدي ما عم نحكي فيها. اشتكيتوا للبلديه؟ شو دخلت تعب الجيب؟ هلا اني بموضوع هيدي بدها شيء، بدها يافطه وبدها جديه بالتعاطي ودوريات تراقب الموضوع لاكثر ولا اقل، ما بدها هالقد. معك حق، يعني هيدي اقل شيء ما عم بيعملوها. اقل شيء يعني ما رح تكلفهم شيء، بيحطوا يافطه او اثنين تيعلموا السوريين وبيبلغوهم كمان، لانه بيعرفوا المفروض يكونوا يعرفوا وين قاعدين. وبالوقت ذاته في الشرطه يلي بتعمل دوريات وبتراقب اذا كان في حدا منه ملتزم بهذا القرار، يعني بكل بساطه. ومن وقت لوقت مفروض على كل بلديه انها تعمل كبسات على المطارح لشوف اذا في حدا منسل، اذا حدا في تجديد على المنطقه، اذا يعني كمان حتى تكون عين ساهره مع الاهالي. كمان اتصال. الو 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 بونجور. بونجور ست ريبيكا. نعم. معك جورجيت من فرن الشباك. اهلا مدام. حبيبتي بشارع مطر وبواز بين عين الرمان وفرن الشباك. نعم. حفروا الطرقات كلها الا يغيروا اساطر المي وزفتوا الطريق، وريتوا يبلى ما لزفت، رجعوا حفروا المحل ذاته وجوار وتراب ووحل والمي عايمه، يعني ما بيصير يعني المي عملت شغل وزفت رجعت بحشت يعني. نعم. يعني هي مصلحة المي للمتعهد تبع المي هو يلي عمل هيك طريق. ما بعرف مين. إذا عم تقولي لي مي أساطير مي. مي على القليلة في مي؟ هلا في مي. إيه بس هالجور اللي بالطرقات والرمي والوحل. بس أنا بدي أسأل سؤال، بين عين الرمانة قلتي له فرن الشباك، رح نحكي للريس ناموس معان بالموضوع، تكرم عينك. يمكن الريس ما معه خبر. لا مش معقول ما يكون معه خبر، وأكيد بكون عم بلحقهم، بس خليني أشوف شو قضيتهم. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو 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 مرحبا. مرحبا. مدام انا عم بحكيك من شان انا بيتي بالدبيه حي السيار. نعم. المشكله عندنا نحن عندنا بوست كهرباء. ايه. كان صغير وبعده صغير وصار في بنايات كثير، كل ما تيجي الكهرباء بصير بيقطع وهكذا. نعم يحمل. انتم بتاخذوا بالدبيه، انتم بتاخذوا منين؟ من الجيه؟ مدام هلا نحن ساعة بقولوا لنا عطل بالجية، ساعة بقولوا بالمناطق اللي حد منا، هي القصة عنا مش عند غيرنا. لا لا يعني إذا بوست ما عم يحمل بقى بده تغيير البوست، بس عم بقول ما هي بنحكي بنحكي صار لنا سنين. أنا رح أحكي رح نحكيهم، بس أنا كان سؤالي أنتوا لكهرباء جية وين بتدفعوا كهرباء بالجية؟ نحن بيجي لعنا لهون. إيه بظن إيه بظن هي تابعة لهالمناطق هيك. أوكي يعني خلينا نشوف لعنا. خلينا نشوف مين مسؤول عنا هونيك، تكرم عينك. كمان اتصال. تعرف شي شو اسمه البوست؟ ايه اهلا مدام تفضلي. بس انا ورا جامع النور. خلف جامع النور. الدبية حي السيار. خلف جامع النور. اوكي. يعني يوميا لو كان في نحن بنعرف انه بالبلد في كليته وفي شو بيقولوا له هيدا تقنين. نعم. العالم تبقى جيراننا جاي الكهرباء ونحن ساعة بتاك وساعة بعلو. خليني اشوف شو الموضوع، تكرم عينك، تفضلي مدام. معي عندي انا. ايه معك انت عم بحكي، تفضلي. مدام انا قاضي بمروكوز. مروكوز حازمية. 250 الف بالشهر كهرباء الدوله. مروكوز وين؟ دكواني ولا حازمية؟ مجمع ايميل لحود. دكواني. اوكي. وما عم نعرف ليش عم بيطلع علي. قد ايه كان يطلع عليك؟ ما حدا بالبنايه بيطلع على اكثر من 30 الف بالشهر الا انا. مدام اشتكيتي شيء لما اجى الجيبه لعندك؟ اشتكيتي؟ ايه قلت له للجيبي قال لي ما بيطلع بايدي شيء، بدك تجيبي حدا يكشف الكهرباء. دقينا لشفت لك كهرباء ما حدا رد علينا. تا
طيب انا بدي ولانه رقم الشعبي لشوف شو الموضوع، يعني فيك تبعتي لي فاتوره قديمه على الفاكس او شيء تقدر من خلالها نراجع بالموضوع؟ بدي رقم الشعبي يعني حتى اني، او اعطيني رقم التليفون بلكي بنحكي وبيحكوا معك. عن تليفوني انا؟ يعني ايه اعطيه لدوريس وتنحكي مع الكهرباء بلكي هيك بتواصلوا معكم لنشوف شو القضيه. ايه شو عم نعمل؟ اوكي دوريس رح تاخذ رقم تليفونك. اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال؟ الو الو، ما في حدا على الخط. الو ايه تفضل. ايه يعطيك العافيه، يا هلا فيك مدام ريبيكا. نعم معك محمد من نبيشيت. اهلا استاذ محمد، كيف النبيشيت اليوم؟ والله منيحه ان شاء الله، الحمد لله بخير الله يخليك. يلا قلي شو عندكم بالنبيشيت؟ بدي بس مني شغله لو سمحتي. نحن من فتره اتصلنا فيكم، يعني وقت اللي كنتي على الراديو حكينا معك على اساس نحل مشكله المزارع بمنطقه النبيشيت. مشكله مزارع الدواجن. مشكله شو؟ مزارع الدواجن. اه مزارع الدواجن. ايه وما انحلت، قلت له وقتها نعمل عريضه والطرق القانونيه. عملنا عريضه وبعدنا ما زلنا من بعد 16 سنه لليوم نحن بنود نعمل عرايض ونوديهم للمحافظ وللبلديات وما حدا عم يتجاوب معنا. انتم تابعين لمحافظ مين؟ الهرمي؟ محافظه بعلبك. بعلبك يعني عند الاستاذ بشير خضر. ايه نعم. اوكي عندك رقم؟ عملنا هلا اخر فتره عريضه. نعم مضينا الجميع. رجاء نحن عم نطلق صرخه على الهواء معك مدام ريبيكا. نعم. اذا بتريدوا يجوا يشوفوا حالتنا هون بمنطقه النبيشيد من وراء المزارع الموجوده بالحي الشرقي. حكينا رئيس البلديه الحالي جديد مطرنين لبعد ما حتى بلشوا يشتغلوا على الارض. نعم. بيقولنا انه هو ما طالع بايده شيء واللي قبله كمان ما طالع بايده شيء. ما مستعدين نفوت باي مشكل نحن بالنهايه اكيد اهل ضيعه. عرفتي كيف؟ وفي طرق قانونيه، بس يا ريت الدوله تتجاوب معنا، وزاره البيئه تتجاوب معنا، وزاره الصحه من هيك لحتى نحن عم نطلق صرخه اليوم. أوكي. اذا بتريدي مدام ريبيكا انت تساعدينا بهذا الموضوع ونحن بنكون شاكرينك وممنونين لك، قطعتي مشكل كبير بده يوقع يعني قريبا او اجلا. لا نحن بغنى عن هذا الموضوع، بالعكس بدنا نتضامن كلنا مع بعض بسبب هالظروف الصعبه. انا راح احكي المحافظ اكيد الاستاذ بشير خضر، بنشوف كيف ممكن نحلها، بنشوف شو قضيتها. انا هون بتمنى على اصحابها يعني كمان ما ينسوا انه هن مواطنين، يعني ياخذوها على حالهم، يعني ما عليه بدهم شوي هن كمان انه يفكروا انه في شروط معينه مفروض يتايدوا فيها، اولا لسلامتهم كمان ولبقيه الناس اللي موجوده. يعني مش معقوله هالانانيه تكون، مفروض تكون كلنا تحت القانون. يعني غريب هيدي القصه. رح نحكي مع المحافظ اكيد. اتصال جديد كمان. الو 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 تفضل مسيو، عم بسمعك تفضل. الو بونجور. بونجور، انا حكيت معك قبل شوي بخصوص الاناره ما انت قدر شمره. ايه شو بها، ما في عندكم اناره ابدا؟ لا في القسم هي مثلا تقول الضايعه نصها يلي عم تحكي عن اناره داخل مر شمره، يما على الطريق العام بين على قليعات اي وين داخل دير شمره؟ عم تسمعني؟ شو الاناره؟ لا عم بحكيكي مدام داخل الضيعه. داخل الضيعه. داخل الضيعه ما عندكم بلديه ما هيك؟ لا عندنا مختار. بنحكي مع المختار او مع القائم مقام. اوكي اهلا فيك. كمان اتصال؟ عندنا فاصل ومنتابع. بنتابع الاتصالات على 04-444-444. الو مرحبا. مرحبا مدام ربيكا. نعم معك مواطن لبناني متقاعد بكوالا من الداخل. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي. مدام انا متقاعد وعم بدي احكي باسم بعض المتقاعدين. نعم. في عنا منح مدرسيه اسمها بكوالا من الداخل. نعم. بيقولوا لنا شهر الجاي بدنا ندفعها. رح نفوت بالمدارس نحن بالمدارس بالحيطان. غير اسلاك عم تقبض 3 دفعات واربع دفعات. نعم، عم تسالوا ليش بعد في تاخير عندكم؟ مش بس تاخير، ما في غير ناس عم يطلع لها كذا دفعه، مثلا الجيش يعطيه العافيه. عم يطلع له كذا دفعه، دفعتين وثلاثه. انتوا قد ايه لكم مش قابضين؟ كل السنه ما قبضتوها؟ نحن السنه بعد ما طلع لنا شيء. اوكي.
انا بدي اعتبر اتصالي اخبار اداري لحضره اللواء المدير العام، اذا بعد في اغلاط بسلك خليها تتصلح. اوكي اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. كمان اتصال. الو تفضلي. يعطيك العافيه. اهلين اهلين حبيبتي. انا قصتي فظيعه، يمكن صار يمكن حوالي 10 سنين عم بحكيكي من سد البوشريه. اهلا وسهلا. صار 10 سنين عرفتش على اسمي ساميه. 10 سنين عم بتابع مع بلديه جدادي برئيس انطوان جباره. نعم. عندي مشكلة بالبناية، نحن البناية لأنه نعم تأجين قديمين، يعني نحن تقريبا الأجرات خلصين أول السنة. نعم. عندي مشكلة، أنت أكبر قدر المجارير اللي عم تضغط من الشبكة العمومية، نحن ثائبة البناية عنا مسلطة، يعني مسلطة الطريق علينا، عم تجي هالمجارير. وين شو اسم البناية؟ نعم شو اسم البناية؟ نحن بيت إبراهيم. أوكي خلص، ما تحكينا الرئيس بيت إبراهيم بيعرف؟ نعم. إذا حكينا الرئيس بيعرف بيت إبراهيم؟ إذا إيه قلت له هاي المشكلة عم بتصير عندي رقم. إيه قديش رقم العقار؟ أعطيني رقم العقار، أعطيني رقم العقار. إيه إيه مدام أعطيني مفهومش قد إيه؟ 2000 909. أهلا وسهلا فيكي. خلص الوضع انفحم الموضوع، نحن رح نحكي بموضوع، بيهمني رقم العقار لنشوف شو بيقولوا لنا. بدي آخذ اتصال ثاني لأنه في كثير خطوط ناطرة. ألو بيكا، أنا مش عم بقول لك عن عقار، انا عم بقول لك عن وضع قضاء في عنا قضاء. لا لا انا مش عم بحكي، انا مش عم بحكي استاذ، انا ما عم بحكي معك، انا بحكي مع مدام تاني. انت مع حضرتك خلص نهيت الاتصال، عم بحكي مع مدام تاني عم باخذ رقم العقار مشان مجرير مسلطه على بنيتهم، ما لك علاقه بالموضوع. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. دخلت الخطوط على بعضها، ما بعرف كيف دخلت الخطوط على بعضها، بعتذر بهذا الموضوع. على كل حال بمتابعتنا كان وصل لي من ظهر الأحمر أنه في موضوعين كتير اليوم الأهالي مستاءة منهم. أول موضوع أنه المي إلى أكثر من شهر ما إجت على كل الضيعة. هلأ يلي عرفته أنا بمتابعات اليوم أنه حاليا في خزان عم يتنظف، وخلال 72 ساعة بيصير جاهز حتى يضخ المي، وتحولت المي إلى نبع شمسين لأنه لوسي ما عم يقدر يعطي المنطقة. موضوع آخر ما بقل أهمية ومزمن وصار فيه عرايد كتيرة، وهو موضوع الماعز يلي مرات بيطلع على واحد التلاقي يلي دشنا مؤخرا معالي وزير الصحة وائل بوفعور. وهلأ أني يلي عرفته أنه صحيح الماعز لما عم يوصل بين البيوت وعم يقطع أكيد منه شيء صحي ولا حلو ولا حضاري، وبالوقت ذاته ما ممكن الواحد كمان انه يقطع بارزاق الناس، ولكن على اصحاب هذه المواشي انه يتأيدوا شوي بموضوع الحضاره والسلام العام. يعني شو بيقدروا يبعدوا معزياتهم عن المناطق السكنيه قديه بيكونوا هن مرتاحين والناس مرتاحه، لانه ما حدا عنده نيه يوقف لهم ارزاقهم، وبعد الأمور بين جيران بين أهل بين أولاد منطقة. فالأفضل، ويعني اليوم بعرف أنه المختار مهتم بالموضوع، القائم مقام مهتم، وعم بيحاولوا بطرق أكيد بالحوار إذا بدنا نسميه، حتى أصحاب هذه المواشي يراعوا شوي أمور السكان بهالبلدة هيدي. وأنا أتمنى على أصحاب هذه المواشي أنه كمان يكون يعني صدر واسع، وبالوقت ذاته يفكروا كمان أنه في مطارح مخصصة للماعز مش بين البيوت. بياخد اتصال جديد. ألو إيه بونجور. بونجور يعطيك العافية. أهلا. أنا على توستر تبرجع. إيه عنا مشكلة، في عنا مرة زلت في أسود، هي مش طبيعية، فيها شيء مشكلة بدماغها. شكلها بتظهر معي من مكان يعني على الاستراد. المهم صار لها مده حبلت وخلفت ولد عمره هلا 6 شهور. نعم. فعم تحمل الصبي وبعدها بتقعد بالشمس بتكبه على الارض وعم تظهر مع كل العالم. انا صرت ضايق لثلاث مرات، انا عندي محل على الاستراد تبرجة شرب الانطون، قلت لهم ثلاث مرات هلا دقيت للدرك وما خليت حدا يقرب علي تيجي الدرك. اخر جواب بيقولوا لي احنا ما خصنا، وفي جمعيات وجمعيات نحن عم ندق لهم وما حدا عم يجي. والمنظر بخوف، طفل عمره 3 شهور هي مش طبيعيه، يعني بتبه كيف ما كان وشيء مخيف. وانا صرت 3 مرات هي دائما عم تتواجد، وحتى درك عندهم علم انه عم تتواجد بتبرجة وبجبال على الاستراد وبتلبس نفس اللبس مش طبيعيه. بالعكس انا بدي اشكر اتصالك، واكيد مش اصول طفل يعني ومرأة طفل عمره 3 شهور يكون كمان مفروض ما يكون على الطرقات اطلاقا.
يعني أنا أمل، ما بعرف المنطقة هناك في كتير يمكن جمعيات، مفروض إذا في حدا عم يسمعنا من هالجمعيات اللي تعنى بهذه الحالات إنه أن تبادر إلى طبعا لهذه المدام عم بتكون يوميا من أي ساعة مسيو؟ هلأ موجودة هناك؟ يمكن قطع الخط معه لمسيو شربل. يعني أنا بتمنى إنه هيدي شغلة مش إنسانية إطلاقا، وما ما بعرف ليه الدرك يعني ما أخذها ما حذرها ما وجهها. يعني هذا موضوع يعني مفروض كلنا مفروض إنه نشوف شو هالمرة كيف بدنا نساعدها. رح نشوف إن شاء الله يكون في جمعيات تلقنية عم تسمعنا يقدروا يتواصلوا مع هالست وبلكي هيك بيحموها وبيقووها هي وطفلتها أو طفلة معرفة تواصل. بتواصل بدي بلش مع الفيوز بمنطقة عين الريحاني، ما عم يتحركوا بسرعة طبعا لإصلاح هذا العطل، عم بيركبوا فيوز. فالخميس الساعة 7:30 ركبوا شريط مثل العادة والله يستر، ولأنه بدل ما يعني احنا عم نشوف هون بدل ما يحطوا بدل ما يركبوا شريط بدل ما يحطوا فيوز عفوا حطوا شريط، والشريط دايماً عم يرجع ينقطع، فالمطلوب أنه ينحط فيوز مش شريط. صورة تانية من منطقة عمشيت حي العربي بالطابق الأرضي، في بناية وراها دغري، لهالبناية هيدي دغري تركة المجاري تبعها بتنزل على الأرض مثل ما عم نشوفها، واصلة قدام بيتهم للناس قدام البيت، طلعت على البلدية حكيتهم، ولكن المجاري بعدها عم بتزت قدام بيت الناس، يعني عم باب مدخل بيتهم، وروايح اكيد كثير وعندهم اولاد صغار، ومش اصول واحد مدخل بيته يكون في مجرير نازله عليه والبلديه بعد ما تحركت. الصوره الثالثه هي اليوم عم نشوفها بالصوره لانه الشكوى وردت قبل، ونحن حبينا نفرجي الصوره كمان، هي بموضوع قناطر زبيدي بالحزميه. كنا ذكرنا انه في حجر رح يوقع، وطبعا اذا وقع هالقنطره هيدي الاثريه اكيد اليوم رح تتاثر بالموضوع. نحن عم نشوف الحجر كيف طالع هيك لحاله، ونحن نأمل من بلدية الحزمية إذا بتقدر تبادر مع الأثار لترميم هذا الحجر، وإلا نحن ما بدنا نخسر هالقناطر هيدي اللي هي قناطر أثرية وبتفصل بين المنصورية والحزمية. نرجع بناخد اتصالات. ألو ألو، أهلا، يعطيك العافية. أهلا مدام، أنا عم بحكيكي من منطقة وادي الزينة اللي تابعة لبلدية سبلين. نعم. أول شيء أول موضوع هو قصة المي. تمددت عيارات المي لها أكثر من 3 سنين، وفي ناس متواطئة مع البلدية، ونحن على يقين إنه هن نوقفوا المشروع لغايات، وغاياتهم هي عم يستغلوا الناس من بير مي اللي هن عاملينه، وعم ياخدوا اشتراكات كتير كتير عالية، وفوقها عم يستغلونا بالمي عم يقطعوها عنا. طيب يعني خليني افهم شغلي من حضرتك مدام، انه انتو اساسا منين بتاخدوا المي؟ من القولة؟ من وين بتاخدوا المي اساسا؟ من بير مي؟ من خزان؟ من وين؟ من بير مي عم يعطونا البير، بير شخصي هو، يعني عم يعطينا هلا بير شخصي. يعني اساسا انتم عندكم عيارات مي موصولين على شبكه المي الاساسيه؟ لا، عملوا لنا الشبكه وتوقف المشروع. اوكي، هلا يعني انتم ما عندكم مي الا من خلال هالبير اللي هو ملك خاص. نعم. وبتشتروه مثل كانكم عم تشتروا بخزان، بيجوا بيعبوا لكم اياه بالستان. نعم. اوكي، قد ايه عم ياخذوا على الستان او على عم ياخذوا 20 دولار على الشهر، وما عم يجيبوها دائما. عقولة بس لنشغل، وفوقها عندهم موتورات الكهرباء كمان عم يستغلونا فيها. لا، قد ايه الخمسة أمبير؟ الخمسة أمبير عم ياخذوا منا 90,000 للخمسة 85,000. اوكي، في بلدية بوادي الزينة مشاك؟ نعم، كل المناطق اللي حوالينا صار الأمبير ب 10,000 ليرة إلا نحن. اوكي، خلينا نشوف مع البلدية ليش عم بيصير هيك معكم. أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال قطع، باخذ اتصال اخر. الو، مدام مسيو. الو، ايه اهلا مدام. الو، عم تسمعيني على التلفزيون مدام؟ اسمعيني على الاباري. على الاباري. اوكي، تفضلي. مدام ريبيكا. نعم. اول شيء بونجور. بونجور.
نعم رح اسمعك على الأباري. أوكي. انا عم بحكيكي من الأشرفية من فسوح شارع المطران عطلة. نعم بحياتك اذا ممكن تعرفي لنا شو السبب 6 أيام ما بتجي المي على شارع المطران عطلة. اف بعدهم عم يعملوا اشغال عندكم بالمنطقه مدام؟ ما شايفين اشغال. انتوا مش شايفين اشغال؟ في بنايه بيقولوا لنا وصلت المي لتحت بس عم تجي بدون دفع قوي. ايه ممكن كثير ممكن. إيه؟ المهم اذا لانه بالنسبه للمي هن وهي عم توصلها على البنايه وانتوا دبروا حالكم بتحطوا موتور وبتسحبوها. بس مش كل البنايات وصلت على البنايه بوجه بنايتنا نحن عندنا نحن ما وصلت ولا نقطه ولا اوي. انتوا باي بنايه مدام؟ نحن ببنية وقف السريان. اوكي. الست ايام قلنا ما اجت على وقف. حكيتوا المي؟ حكيتوا شركة المي بالأشرفية؟ حكينا شركة المي. ما شركة عفسوح. قالوا لي وعدوني قالوا لي اكيد اكيد على 11 رح نديرها ورح نديرها قوية. ايه اجت على 11 ما اجت؟ ما اجت لا على 11. بلكي 11 بالليل. اجت بالبناية الثانية اللي بوجهنا خفيفة جدا. بلكي على 11 بالليل. وإذا ما كان على 11 6 أيام صار لنا بلا ما يصدقيني. معك حق. معك حق مدام. معك حق. فيك تستفقدينا فيك تساعدينا فيك تقولينا. أكيد في بس ما بوعدك إذا بردوا أو إذا بيعطوني الجواب المضبوط. ما بوعدك. بس أنا هدولي 11 بتكون المي عندكم ورح نعطيها رح نشوف لتوصل لعندكم. يلا بلكي إذا مش 11 الصبح 11 عشية. نحن رح نحكي بالموضوع اكيد اليوم لا يعني بكره قبل الساعه 11 قبل ما كمان يعني بعرف بكره كمان في نهار جمعه الساعه 11 تقفل المصالح الخاصه الاداريه الادارات العامه بالوقت ذاته كمان في توقيت رمضان. اخر اتصال لليوم. هلو. اهلا. بونجور مدام ريبيكا. نعم. انا حكيت معك او سجلت المخابره بفتكر قبل هلا مرتين بخصوص جسر الحديد على نهر مرمخيل معلق بالهواء. صراحة بس بدي أخذ من وقتك دقيقتين بعدين أحكي ما وقولي. أنا مواطنة لبنانية. ايه؟ موظفة بمحل مكتبة بايبل بوكشوب تحت جسر الحديد. فسرت لك قبل أنه عم بيمرقوا الكاميونات المحملة كونتينرز عم بيخبطوا بالجسر المعلق. مدام هيدي هيدا الموضوع بشي شهرين ثلاثة ما هيك؟ صح. أوكي. بس بعد ما عملوا شيء لقلك ما معي المخرج عم بيقول لي ما بيطلعوش دقيقتين يعني لازم اقفل بس خليني اعرف شغلي ما نعمل شيء من وقتها لهلا. لا حبيبتي اجوا صوروا وبعدين فرجونا عرض كتافهم. انا اللي عم بقوله يمكن صعب يصلحوا او يرمموا او شيء. لا لا ما عملوا شيء. امبارح كمان خبط الكاميون يعني الزلمه خلص ب 10 سنتي خلص الزلمه. طيب خلينا نشوفها مع المعنيين بالسير بالمنطقه. اهلا وسهلا فيكي. انا بدي اتمنى للجميع طبعا يكون عندهم نهايه اسبوع مريحه يكون دائما عينا ساهره ما نروح كثير بالشائعات ودائما نكون ملتفين حول الجيش اللبناني. الى اللقاء الثاني.